بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفسير الروائي، ذكرنا أن التفسير الروائي هو ذلك التفسير الذي يعتمد على الروايات الواردة عن المعصوم، أو بالأحرى هو التفسير الذي يعتمد على ما ورد عن المعصوم، أعم من كونه قولا أو فعلا أو تقريرا. حتى فعل المعصوم أو تقرير المعصوم يعتبر أيضا من ضمن الأمور التي يعتمد عليها هذا المنهج. وذكرنا أن المنهج الروائي الذين اعتمدوا على هذا المنهج لم يسيروا على وتيرة واحدة، فاختلفت طرقهم، ولذلك احنا صنفنا المنهج الروائي الى عدة اصناف. الصنف الاول او القسم الاول التقسيم الروائي الخالص الذي تقدم في المحاضرة السابقة، وقلنا المقصود من التفسير الروائي الخالص هو ذلك التفسير الذي يعتمد على ما ورد عن المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام، ويعتبر التفسير الذي لا يعتمد على ما ورد عن المعصوم يعتبره تفسيرا باطلا. والمدرسة التي تبنت هذا القسم هي المدرسة الإخبارية، ومن سار وطبق هذا القسم من التفسير تطبيقا عمليا هو السيد هاشم الحسيني البحراني في تفسيره القيم المعروف باسم تفسير البرهان. تفسير البرهان، هذه القضية يعني لعلها ما ذكرناها بالمحاضرة السابقة. تفسير البرهان يرد عليه مجموعة من الإيرادات، يعني مجموعة من الإشكالات يمكن أن نوردها على هذا التفسير، على علوه وشموخه وأهميته، ولكن لا بد من ذكر بعض النقاط. أولا، الإشكال الأول الذي يرد على تفسير البرهان هو إشكال مبنائي. إشكال مبنائي، نحن لا نقبل المبنى الذي تبناه وسار عليه السيد البحراني. السيد البحراني سار على من على مبنى ان القرآن الكريم ليس لي يعني ان ظواهر القرآن الكريم ليست حجة، ونحن لا نقبل هذا المنهج. نحن نعتبر ان ظواهر القرآن حجة للأدلة التي تقدمت. ذكرنا في الدرس السابق أدلة حجية ظواهر القرآن الكريم. لا، ليست سيرة العقلاء، سيرة العقلاء دليل على حجية الظهور بشكل عام، وأيضا المدرسة الإخبارية تتفق معنا على حجية الظهور بشكل عام. خلافنا مع المدرسة الإخبارية في حجية ظواهر القرآن بالخصوص، هل أن ظواهر القرآن حجة أم لا؟ المدرسة الإخبارية رفضت بعد أن تمادى البعض وتشدد وقال أصلا القرآن ليس له ظهور، البعض الآخر المعتدل منهم قال أن القرآن الكريم له ظهور إلا أن ظهور القرآن ليس بحجة. نحن نختلف معهم، طبعا ذكروا أدلة ذكرناها في المحاضرة السابقة، ونحن رفضنا أدلة المدرسة الإخبارية وذكرنا الأدلة على حجية ظواهر القرآن الكريم. إذن نحن من حيث المبدأ ومن حيث المبنى نختلف مع شنو؟ مع السيد البحراني في تفسيره، ولا نقبل مبنى السيد البحراني. هذا أولا. ثانيا، تفسير البرهان وردت فيه مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات تدل بظاهرها على وجود تحريف في القرآن الكريم. مجموعة من الروايات وردت في هذا التفسير تدل بظاهرها على وجود تحريف. تحريف بأي معنى؟
تحريف إما بزيادة حرف أو نقصان حرف، زيادة كلمة أو نقصان كلمة. مجموعة من الروايات وردت في هذا التفسير تدل بحسب الظاهر على وجود التحريف في القرآن الكريم. ونحن نرفض وجود التحريف في القرآن الكريم لما ثبت من الدليل العقلي والدليل النقلي على أن القرآن الكريم مصان من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلا أن تفسير البرهان يعتبر من مميزاته المهمة والأساسية والتي تميزه على باقي التفسير الروائي. الميزة الأولى هي ميزة السند، ذكر السند. جميع الروايات التي ذكرها السيد البحراني في تفسيره مسندة، يعني ذكر سلسلة الرواة، وهي قضية مهمة جدا. لعل بعض التفاسير كما سيأتي لم يوفق إلى هذه المسألة. نعم نعم، هذا السند في بعض الحالات يكون ضعيف، هذا السند في بعض الحالات يكون ضعيف، إلا أنه في الأعم الأغلب أو في العموم معتمد عليه في العموم، إلا أنه هناك روايات ضعيفة في تفسير البرهان، ذكر روايات ضعيفة. إذن هاي الميزة الأولى التي تميز تفسير البرهان على غيره، ذكر السند. الميزة الثانية هي الشمولية. تفسير البرهان فسر القرآن الكريم من سورة الحمد إلى سورة الناس، وهذه الميزة قد لا تتوفر لغيره من التفاسير الروائية. بعض التفاسير تفتقر إلى الشمولية. هاي الأمور اللي قلت لكم ما ذاكرها بالمحاضرات، يعني أكو جزئيات يعني بعض الأحيان تذكر أثناء المحاضرة ولا تذكر ولا تسجل ولا تكتب. القسم الثاني من أقسام التفسير هو التفسير الروائي غير الخالص، كما هو موجود بين أيديكم، تفسير روائي غير الخالص. التفسير الروائي غير الخالص ما يختلف عن التفسير الروائي الخالص إلا في ظاهرة واحدة فقط. التفسير الروائي غير الخالص هو التفسير الذي يعتمد على ما ورد عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا، إلا أنه يختلف عن القسم الأول التفسير الروائي الخالص بهذه الميزة، أن من تبنى هذا التفسير، يعني المفسرون الذين كتبوا في هذا القسم لم يدعوا أن هذا التفسير وهذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الصحيحة كما ادعاها صاحب البرهان السيد البحراني. السيد البحراني صرح في بداية تفسيره على أن تفسير الميزان، عفوا تفسير البرهان، هو التفسير الوحيد الصحيح، وما عداه زخرف وباطل، وما عداه زخرف وباطل. أما أصحاب هذا التفسير في الوقت الذي اعتمدوا على الروايات فقط وفقط وفقط، لم يذكروا غير الرواية، ولكنهم لم يدعوا بأن هذا التفسير وهذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الصحيحة، على الأقل لم يصرحوا بذلك. لا ندري في نفوسهم إن كانوا يعتقدون بذلك أو لا يعتقدون، لكنهم لم يصرحوا بذلك. ومن المفسرين الذين ساروا على هذا المنهج، أولاً محمد
محمد بن مسعود بن محمد بن عياش التميمي في تفسيره المعروف تفسير العياشي. هذا التفسير اعتمد على ذكر الروايات فقط، ولكن يرد على هذا التفسير مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى أو المشكلة الأولى، خلينا نعبر عنها، أو الإشكال الأول، مشكلة حذف السند في جميع روايات العياشي. في جميع الروايات التي ذكرت في تفسير العياشي لا سند لها، شايف؟ بخلاف تفسير البرهان، تفسير البرهان جميع رواياته مسندة، تفسير العياشي جميع رواياته. احتمال يجيك سؤال مثلا قارن بين أنواع التفاسير، تفسير العياشي، تفسير البرهان، تفسير نور الثقلين الحويزي، احتمال يجيك هكذا سؤال مقارنة. فجميع روايات العياشي غير مسندة. ليش غير مسندة؟ لأنه يذكر بعض العلماء أن البعض اختصر كتاب تفسير العياشي، اختصره بحذف الأسانيد اختصارا، قال بما أنه النسخة الأصلية موجودة إذن أنا أسوي نسخة ثانية مختصرة بأن أحذف الأسانيد حتى أختصر المطالب. ولكن المشكلة كما يذكر بعض العلماء والمحققين أن النسخة الأصلية فقدت وبقيت هذه النسخة الغير مسندة. النسخة الأصلية المسندة فقدت، والنسخة الأخرى غير المسندة بقيت موجودة، وهذه حقيقة مشكلة نواجهها، لأنه مع يعني حذف السند راح نواجه مشكلة، خصوصا بالروايات الفقهية. الرواية الفقهية يعني لا يمكن الاعتماد عليها ما لم تكن مسندة كما هو واضح. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية كما يدعيها البعض، أنا حقيقة حاولت يعني بعض المكتبات رحت، لكن سبحان الله ما لقيت تفسير العياشي، لأن أنا ما شايف، لم يقع بين يدي تفسير العياشي. لما قرأت هذه العبارة للبعض تفاجأت حقيقة. يقول الإشكال الثاني عدم استيعاب هذا التفسير ماذا؟ لجميع آيات القرآن الكريم. ليش؟ يقول لأن هذا التفسير هو متكون من جزئين. ما أدري أحد المشايخ هنا، أحد الطلاب، أحد المحققين لعله مطلع على تفسير العياشي؟ هل منكم من اطلع على تفسير العياشي؟ يخبرنا كم جزء. يقول بهذا بعض المصادر يقولون أن تفسير العياشي متكون من جزئين، وقد فقد أحد هذين الجزئين ولم يبقى بين أيدينا إلا جزء واحد. يحتاج تحقيق أكثر، يحتاج تحقيق أكثر. إن شاء الله إذا صار عندكم وقت أو عندنا وقت، لعله في المكتبة مثلا الحيدرية، لعله أكيد هناك نحصل الجواب الأكيد. على العموم، فهاي إن صدقت هذه الرواية، إن صدقت هذه الرواية وهذه المقولة، فهذا حقيقة يدل على عدم استيعاب تفسير العياشي للقرآن، وهذا واضح جدا. يعني تفسير البرهان كم جزء؟ تفسير البرهان 20 جزء، تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني 20 جزء، وكل جزء ما شاء الله لكي يستوعب ما ذكر من الروايات، فما بالك إذا كان جزء واحد، يعني إيش قد يستوعب هذا الجزء الواحد؟ المشكلة الأخرى التي يعانيها تفسير العياشي عدم تصنيف الروايات. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تفسير القرآن، كما تعلمون وكما ذكرنا سابقا، القرآن الكريم له ظاهر وله باطن. بعض الروايات تشير إلى بعض المصاديق،
يعني تعين المصداق هذه الذي تنطبق عليه هذه الآية. بعض الآيات يشير إلى مفهوم عام، صح لا لا؟ بعض الروايات يشير إلى فت قضايا خاصة، يعني نعبر عنها حادثة في واقع مثلا، وهكذا. ما لم تصنف الروايات، ما لم تصنف الروايات، القارئ لما يقرأ ما يعرف أن هاي الرواية هل هي تتكلم عن ظاهر القرآن، تتكلم عن باطن القرآن، تتكلم عن مثلا مصداق تأويل، هل هو تأويل، هل هو بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون. ماذا تفهمون أنتم من كلمة الشعراء؟ أنتم كعرب تنطقون باللغة العربية، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ الشعراء أصحاب الشعر. لما ترجع إلى بعض الروايات يقول لك الشعراء يعني العلماء غير العاملين، العلماء غير العاملين، يعبر عنهم القرآن الكريم الشعراء. هذا أكيد يعني إما أنه إما تأويل وإما تفسير للباطل، وإما بالنتيجة هذا ليس تفسيرا لظاهر القرآن الكريم، وهكذا. فإذا عدم وجود تصنيف للروايات هذا حقيقة يسبب مشكلة عند القارئ. والمشكلة الأخرى التي يعاني منها تفسير العياشي للأسف الشديد أنه بعض الروايات الإسرائيلية وجدت طريقها إلى هذا التفسير. راجعوا أنتم، راجعوا في تفسير قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبعض الروايات تفسر هاروت وماروت، بعض الروايات الإسرائيلية، على أنهما ملكين نزلا من السماء وألقى الله سبحانه وتعالى عليهما ماذا؟ الغريزة، وارتكب ما ارتكب مع امرأة، والله سبحانه وتعالى مسخ هذه المرأة على شكل هذه النجمة، نجمة الزهرة مثلا. هذا كلام لا نقبله جملة وتفصيلا ونرفضه جملة وتفصيلا، لأننا نعتقد بالدليل العقلي والدليل النقلي على أن الملائكة هم ماذا؟ معصومون من الخطأ. الله سبحانه وتعالى كما تفضل لا يعصون الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. زين. وأيضا أدنى في تفسير قوله تعالى وهمت به وهم بها، هناك تفسير لروايات شاذة إسرائيلية تقول إن همت بها يعني همة بارتكاب الفاحشة مثلا والعياذ بالله. ونحن نعتقد بالدليل العقلي والدليل النقلي على أن الأنبياء معصومون من الخطأ، معصومون من الزلل، معصومون من ارتكاب الذنوب، لا سيما مثل هذا الذنب. وبالتالي فإن هذه الروايات الإسرائيلية للأسف الشديد وجدت طريقها إلى هذا التفسير. النموذج الثاني ممن سار على منهج التفسير الروائي غير الخالص تفسير نور الثقلين للحويزي، المحدث الشهير المحدث الحويزي. طبعا هذا التفسير هناك مجموعة من الإيرادات والإشكالات ترد عليه، ولكن الإيراد الأهم بالإضافة إلى مشكلة الإرسال وحذف السند يعاني طبعا ليس في جميع الروايات كما هو الحال في تفسير العياشي. العياشي يعاني من مشكلة الإرسال وحذف السند في جميع الروايات، أما في تفسير نور الثقلين بعض الروايات، هناك روايات موجودة لم يذكر لها سندا وأرسلها عن المعصومين. الإشكال الأهم من هذا هو أن مشكلة تقطيع السند، تشكيل تقطيع المتن، مشكلة تقطيع المتن. يعني الحويزي رحمه الله فعل كما فعل الحر العاملي في الوسائل، لما إجى إلى الروايات
فقسم الروايات حسب الأبواب الفقهية. هاي الرواية هي رواية واحدة فيها عن الصلاة، فيها عن الصوم، فيها عن الجهاد مثلا، عن الأحكام الأخرى، فإجا خلى القسم الخاص بالصلاة في قسم في باب الصلاة، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا عمل جيد. الحويزي لما جاء إلى الروايات المفسرة للقرآن الكريم أيضا وجد بعض الروايات لا تخص بابا واحدا، رواية واحدة لكن رواية فيها عدة مطالب، بعض المطالب تذكر عن الصوم، بعض المطالب تذكر مطالب أخرى، فإجا جعل هذا المقطع من هذه الرواية في هذه الآية، عند هذه الآية فقط. يعني إذا آية تتكلم عن الصوم وفيها مطالب أخرى، ما ذكر المطالب الأخرى، ذكرها في موضع آخر. طبعا هذا عمل جيد، كما أن صاحب الوسائل الآن هو خدم يعني الشيعة خدمة عظيمة، خدمة جليلة، ولكن هناك مشكلة ما زال الفقهاء يواجهونها في تفسير شنو عند في الوسائل، وهي مشكلة تقطيع المتن تؤثر على وحدة السياق، لأن الرواية حينما تقرأ جملة واحدة قد يفهم منها بحسب القرائن الحالية المقالية وحدة السياق، قد يستفيد منها القارئ والفقيه فائدة لا تكون حينما يقرأ مثلا جزءا من الرواية. كذلك الحال هنا، حينما تقرأ مقطعا من مثلا من الرواية، هذا قد يؤثر على فهم مرادي كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مشكلة أخرى يواجهها تفسير نور الثقلين، وهي مشكلة، هذه المشكلة أيضا موجودة في تفسير البرهان، يعني يتفق مع تفسير البرهان في ذكر بعض الروايات التي تدل بظاهرها على وجود تحريف في القرآن الكريم. ولهذا احنا لا يعني قضية القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نقطع بأنه ماذا؟ قطعي الصدور، قطعي الصدور، بغير القرآن الكريم قابل للمناقشة، ممكن أن نناقش أنه هذا يعني مناقشتنا لهذه مثلا التفاسير لا يعني أن هذه التفاسير كما تصور البعض بأننا نقلل من قيمتها، أبدا. هذه تفاسير روائية جليلة خدمت المذهب، أيما خدمة، هؤلاء محدثين أجلاء عظماء لهم منزلتهم، ولكن مع ذلك هناك أخطاء وقعوا فيها لابد لنا نحن كطلبة وكطلاب أن نلاحظها لكي ننظر إليها إن شاء الله بالمستقبل بعين الدقة، إذا أردنا أن نكون مثلا نحن أصحاب منهج، فأي منهج نختار؟ ولا بد لنا حينما نقرأ تفسير لا بد أن نعرف أن هذا التفسير ما هي سماته، ما هي مميزاته. الآن الطالب قبل أن يقرأ مثلا هذه المادة كل التفاسير عنده سواء، لكن بعد أن يأخذ دورة في مناهج المفسرين سوف يتضح له جليا، مجرد أن يرى تفسير العياشي يعرف أن تفسير العياشي أولا من أي قسم من أقسام التفسير، ثم ما هي الإرادات وما هي مميزات هذا التفسير، أليس كذلك؟ فإذا ذكر ملاحظات على هذه التفاسير لا يعني أننا مثلا نقلل من شأنها أبدا. فالتفسير الثاني تفسير أو التفسير الثالث النموذج الثالث من التفاسير هو تفسير فرات الكوفي، أيضا يعاني هو الآخر من نفس المشكلة، كأن هذه المشكلة مشكلة ضعف السند. وين ذكرت البحراني؟
لا لا يتفق مع نور الثقلين لعله. لا نور الثقل مع العياشي، مع العياشي عفوا، لا ليس ليس مع، لا 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 لا، تفسير البرهان تفسير يعني تقريبا تقريبا سليم من ذكر الروايات مثلا الإسرائيلية. رجل كان خبيرا، ما وجدنا فيه. نعم هناك مشكلة عامة تواجه جميع التفاسير الروائية، مشكلة مشتركة، وهي مشكلة ماذا؟ ضعف السند. طبعا مشكلة ضعف السند بالنسبة إلى المبنى الأخباري هاي واضحة. المبنى الإخباري عنده قضية في قضية السند وفي قضية الأخبار، يعتقد بأن جميع الكتب الأربعة وما جاء فيها صحيح ولا يحتاج إلى يعني ولا يحتاج إلى أصلا، ما عندهم هذا التقسيم الموجود عندنا، الخبر الصحيح الضعيف مثلا، عندهم كل الروايات الواردة في الكتب الأربعة روايات صحيحة. فإذا نحن نختلف معهم أصلا في المنهج، لكن مع ذلك ضعف السند في روايات البرهان، العياشي، نور الثقلين، تفسير فرات الكوفي، هاي مشكلة مشتركة مع جميع هذه التفاسير. وأيضا بعض الروايات، للأسف الروايات اللي الإسرائيلية أيضا وجدت طريقها إلى تفسير فرات الكوفي. القسم الثالث من أقسام التفسير الروائي هو التفسير الروائي الاجتهادي. التفسير الروائي الاجتهادي من اسمه تفسير روائي، يعني شنو؟ أحسنتم، يعتمد على ما ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا. إذن هو تفسير روائي. اجتهادي، اجتهادي يعني فتح الباب أمام العلوم الأخرى، علم اللغة مثلا، ما ورد عن العرب مثلا، أشعار العرب مثلا، الاستفادة من نفس القرآن الكريم، بعض الآيات القرآنية الأخرى يفسر بها مثلا بعض الآيات الأخرى، يعني بعض المنهج القرآني، تفسير القرآن يستفيد من عنده. لذلك سمينا اجتهادي، يعني المجتهد المفسر يجتهد بالإضافة إلى الرواية واعتماد الكلي على الرواية، ولكنه فتح الباب أمام العلوم الأخرى. من المفسرين الذين سلكوا هذا المنهج هو المفسر علي ابن إبراهيم القمي الكوفي، كوفي الرجل، نجفي، تفسير القمي، في تفسيره المعروف بتفسير القمي. طبعا هذا التفسير على جلالة قدره، والبعض يدعي أن هذا التفسير في أكثر روايات مروي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا التفسير لا يخلو من بعض الملاحظات. ملاحظة لعلها تؤثر تأثيرا كبيرا في اعتبار هذا الكتاب وهذا التفسير، وهي قضية التشكيك في مطابقة النسخة الموجودة بين أيدينا للنسخة الأصلية. هناك من الفقهاء والعلماء من ناقش في هذه المسألة، وبعضهم تبنى أن هذه النسخة ليست هي النسخة الموجودة. بالنتيجة هناك تشكيك، نحن لا نقطع بأن تفسير القمي الآن الموجود بين أيدينا هو تفسير يعني موضوع أو تفسير غير صحيح، لكن بالنتيجة هناك من شكك. فهذا هذه السمة غير موجودة في تفسير البرهان، ولا في تفسير نور الثقلين، ولا في تفسير العياشي، ولا تفسير فرات الكوفي. لم يشكك أحد في نسبة هذه التفاسير إلى أصحابها، ولم يشكك أحد في نسبة ما هو موجود من هذه التفاسير للنسخة الأصلية، ولكن هذا التفسير هناك من ناقش في مطابقة النسخة الموجودة بين أيدينا للنسخة الأصلية. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي يعاني منها هذا التفسير، المفسر لما يذكر رواية لابد له أن يراعي
الروايات الأخرى، يعني لما تذكر لي رواية حتى لو كانت رواية صحيحة السند، لابد أن تنظر هل يوجد لهذه الرواية معارض، كما هو شأن الفقهاء. رواية يشوف أكو مخصص أكو مقيد مثلا، أما تذكر لي رواية من دون مراعاة القرائن، من دون مراعاة الروايات الأخرى، من دون مراعاة القواعد العقلية والنقلية الثابتة في تقييم الروايات. الآن لدينا قاعدة ثبتت عقلا ونقلا على أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو هذا القرآن، هو الذي صدر ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، لا زيادة فيه ولا نقصان فيه. لكن لما يجي ينقل لي رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فيقرأ رواية وقراءة شاذة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول صراط من أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الإمام يقرأها حسب هذه الرواية صراط من أنعمت عليهم، أرجوك صراط من أنعمت عليهم، هاي قراءة تخالف إجماع المسلمين، تخالف ما ثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي على أن القرآن الكريم كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا هو حقيقة الإيراد الثاني على هذا التفسير، كذلك ما ورد في قضية النبي داود عليه السلام في قصته مع زوجة أوريا، اللي القصة المعروفة على أنه رأى تلك المرأة فأعجبته فأراد أن يتزوجها، فبعث بزوجها إلى الحرب وأمر أن يقدموه حتى يقتل فيتزوج. أرجوك يعني هاي الرواية ويذكرون فد أمور يعني منكرة على أن النبي بجلالة قدره يقوم بأمور يعني لا تناسب شأن حتى الإنسان العادي، يطلع على أعراض الآخرين إلى آخره من الأمور المخزية. ومع الأسف هذه الروايات على أنها تخالف ما ثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي على بطلانه، لكن للأسف الشديد هذه الروايات وردت في طريق تفسير القمي. النموذج الثاني لمن سار على المنهج الروائي الاجتهادي تفسير الصافي. تفسير الصافي للمولى محسن المعروف بالفيض الكاشاني. لا شك ولا ريب أن هذا التفسير الرواية تحتل القسم الأكبر من هذا التفسير، ولكن نفس هذا المفسر الفيض الكاشاني هو صرح في مقدمة تفسيره على أني سوف لا أعتمد على الرواية فقط، ويقول أني ما أن أجد هناك طريقا آخر للتفسير من كلام العرب من أشعار العرب من القرآن نفسه، لو وجدت ما يؤيد وما يصلح لأن يكون مفسرا لبعض آيات القرآن سوف أذكرها. ولكن الإيراد الأول الذي يرد على هذا التفسير أنه لم يلتزم بما آلى على نفسه، هو ذكر بأني سوف أذكر كل ما يساعد وما هو موجود حتى لو كان مثلا آيات قرآنية أخرى، لكنه في مجال التطبيق العملي اعتمد فقط على يعني اعتمد أكثر شيء على الروايات. ولذلك لما جاء إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بأن المراد من الصراط المستقيم يعني المصداق الأجلى والأظهر للصراط المستقيم هو مولانا ومولى المتقين إمامنا و
أميرنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ولكن هناك آيات أخرى تشير إلى وجود مصادق أخرى للصراط المستقيم، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن تبين أن عبادة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان يجعل الإنسان على الصراط المستقيم. وهي بالنتيجة ولاية علي بن أبي طالب هي أيضا داخلة في ضمن هذا الإطار، ولكن بالنتيجة القرآن الكريم يشير إلى كأنه قضية أخرى أو كمصداق آخر. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إلا أن الفيض الكاشاني وعلى الرغم من أنه وعد في مقدمة تفسيره بأن يأتي بالشاهد القرآني مع وجود ما يدل منه على المراد في الحالات التي يحتاج إليها المفسر، لكنه في تفسير الصراط المستقيم لم يستند إلى الآيتين المذكورتين واتجه للروايات فقط. المشكلة الأخرى التي وقع فيها الفيض الكاشاني في تفسيره هذا التفسير الجليل العظيم تفسير الصافي أنه ذكر الروايات من دون النظر إلى عدم مخالفتها للدليل العقلي أو النقلي. هذا فالشيء غريب جدا، يعني لما تذكر رواية شوف هاي الرواية توافق الدليل النقلي توافق الدليل العقلي أم تخالف. إذا كانت تخالف الدليل العقلي حتى لو كانت صحيحة السند لا يعمل بها. يعني رواية صحيحة السند تدل على مثلا ظاهرها نسبة المعصية إلى المعصوم، نضرب بها عرض الجدار، لا يمكن أن تصدر هكذا رواية عن المعصوم، لا نعمل بها. فأنت تجي لي في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير قوله تعالى الآن وقد عصيت قبله في بعض الروايات تقول هذه الكلمة فرعون لما أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقول أخذ جبريل طينا ووضعه في فمه بدون أمر الله وقال له الآن وقد عصيت قبله. هذا شيء مستحيل أن يصدر من ملك مثل جبريل، جبريل الذي يقول عنه القرآن الكريم مطاعا ثم أمين. مستحيل أن جبريل هذا النبي أو هذا الملك العظيم أن يقوم بفعل من دون أن يأخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى ويقول له الآن وقد عصيت قبله، إلا أن ظاهر الآية أن الجواب من الله سبحانه وتعالى لفرعون. ظاهر الآية لما نجحنا وظاهر الآية الله يخاطب فرعون الآن وقد عصيت قبله، وليس نسبة هذا الجواب مثلا أو هذا الكلام لجبريل عليه السلام. الإشكال الثالث الذي يرد على هذا التفسير هو هذا المفسر في الحالات التي لا يجد فيها روايات عن الشيعة يذكر روايات عن أبناء العامة. طبعا إحنا الروايات الصادرة عن أبناء العامة لا نعتمد عليها، لأن الطرق التي يعتمدونها طرق غير موثوقة. هم يروون رواياتهم عن من؟ عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار مثلا، عن من لا نثق بهم. فكيف وبعضهم عندهم منهج أن قول الصحابي وهذا منهج هم يعتمدون عليه، أن الصحابة كلهم عدول وأن أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. احنا لا نقبل هذا السنة، ونعتقد بان قول غير المعصوم ليس بحجة. احنا صحابة النبي صلى الله عليه وآله الخلص
سلمان الفارسي، أبي ذر، هؤلاء خلص نحن لا نعتبر قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة فضلا على أمثال فلان وفلان. لاحظ. لكن للأسف الشديد هذا المفسر لما ينعدم عند الرواية في بعض المواضع يلجأ إلى الروايات الواردة عن أبناء العامة. التفسير الأخير اللي ما صار عندنا مجال لمناقشته هو تفسير كنز الدقائق، أكو خطأ مطبعي واضح جدا، محمد المشهدي، وهذا التفسير يوضح المعنى اللغوي للمفردات والنكات اللغوية في العبارة ثم يستعين بالروايات لتوضيح المقصود من الآيات القرآنية عندهم بوضوح. القسم الرابع والأخير واللي نختم به الكلام هو المنهج الروائي الخالص، عفوا المنهج الروائي الضمني. المنهج الروائي الضمني يختلف عن المنهج الروائي الاجتهادي بهذا الاختلاف. المنهج الروائي الاجتهادي يعتمد على الرواية أكثر شيء، هي يجعلها المصب الرئيسي. أما المنهج الروائي الضمني يعتمد على الرواية، يعتمد على الرواية ولكنه يجعل الرواية يعني فالشيء هو المرجح لتفسير الآية المباركة، وينظر إلى الأمور الأخرى مثلا اللغة العربية، ينظر إلى ما ورد من أشعار مثلا، ما ورد من القرآن الكريم، وهكذا من الأمور الأخرى التي تساعد على فهم القرآن الكريم. لذلك نعبر عنه تفسير روائي ضمني، يعني يضمن، جعل الرواية ضمن أدوات التفسيرية، وهذا احنا نقبله وهذا اللي دعونا إليه. يعني احنا إشكالنا على السيد العلامة الطباطبائي في الميزان أنه لم يجعل الرواية هي المصدر الأساسي، ونؤكد على هذه القضية. السيد العلامة لم يهمل الروايات، في نهاية كل تفسير عند بحث روائي، لكنه لم يجعل الرواية هي المصدر الرئيسي في ماذا؟ في تفسيره. هؤلاء جعلوا الرواية هي المصدر الرئيسي في التفسير، ولكنه مع ذلك جعلوا الأمور الأخرى، القضايا اللغوية، ما يفهمونه، سياق الكلام مثلا، دليلا ومعينا لتفسير الآيات القرآنية. ومن الذين اعتمدوا هذا المنهج باختصار شديد الطبرسي في تفسيره جامع البيان، والشيخ الطوسي في تفسيره التبيان. اي انا خطأ مطبعي عندي، مجمع البيان، عفوا مجمع البيان، والشيخ الطوسي في التبيان. طبعا هذا المنهج منهج حقيقة يعني تجاوز الأخطاء التي مرت في المناهج السابقة. يعني مثلا عندك بعض المناهج ترد فيها مثلا روايات إسرائيلية، أما هذا المنهج نقح التفسير من هذه الروايات. فلما يجي مثلا الشيخ الطوسي إلى رواية وهمت به وهم بها اللي تفسر أنه أراد الفاحشة، يقول هذه الرواية شاذة ساقطة لا يعتمد عليها. لاحظ. أما أنه هذا التفسير يرد عليه مجموعة من الإشكالات أذكرها بشكل مختصر جدا. أولا في هذين التفسيرين، تفسير مجمع البيان، تفسير التبيان، هذه الإيرادات ترد على هذين التفسيرين معا. ذكر الروايات في أكثر المواضع بدون سند، ما ذكروا السند. لو تراجع الآن التبيان أو مجمع البيان لما يذكر الرواية ما يذكر سند الرواية،
أصلا حتى ما يشير إلى مصدرها. هالرواية من جايبها مثلا، من أي كتاب؟ ما يشير إلى هذه القضية، وهي قضية حقيقة توجب يعني نقصا في هذا التفسير. ثانيا، أن هذا التفسير لم يفرق بين روايات الشيعة وروايات العامة. ما يعني روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وروايات الصحابة وروايات التابعين جعلها مع بعض. يستعين بأي رواية؟ يعني لم يستعين فقط بالمنهج الروائي اللي هو شنو؟ هسه ما يخالف، خلي يستعين برواية غير أهل البيت، لكنه لازم شنو يصرح بأن هاي الرواية مثلا عن أهل البيت، هاي الرواية ليست عن أهل البيت. أما بعض الأحيان نذكر رواية ما ندري هاي عن المعصوم لو عن غير المعصوم، والرواية اللي عن المعصوم إحنا لها وزن، أما الرواية اللي عن غير المعصوم فلا نعتمد عليها. طبعا قلنا بأنه هذا منهج روائي، ولكنه لم يعتمد على الروايات ولم يلجأ إلى الروايات بالحد الممكن، ما اعتمد على الروايات بالشكل المطلوب، يعني هناك نقص في اعتماده على الروايات. طبعا الإشكال الأخير، هذين التفسيرين يفتقران إلى الشمولية في تتبع الروايات، يعني يذكر بعض الروايات اللي هي مثلا تشير إلى بعض الجوانب ولم يشر إلى جميع الجوانب وجميع الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.